طلبتنا الأعزاء، نتكلم الآن عن الـ specific energy، وهي الطاقة النوعية. كل سترين، ريفر، ستريز، يعني كل تشكيلات الـ open channel هي لها energy أثناء الجريان. هذه الـ energy ممكن أن نمثلها أو نوضحها بالشكل التالي. The specific energy was defined as the energy head relative to the channel bottom. بأن ممكن أن نعرفها على أنها الطاقة اللي تبذل خلال عرض القناة. Energy هي شحنة الطاقة اللي أخذناها، يعني V square over 2G هاي شحنة الطاقة. إحنا قلنا الـ energy أو الـ velocity، يعني الـ energy head بصورة عامة أو total energy head هي اللي أخذناها بثلاث حدود. كما فهمناها مسبقا يعني من معادلة بن. And it was expressed in term of the وممكن أن نمثلها in term of flow depth and velocity head. لاحظ أنه شلون نمثلها بدلالة flow depth وده. يعني أي معادلة energy لأي open channel هو عبارة عن flow depth مضافا إليه شحنة السرعة اللي هي velocity head. هاي شي يسموها ليش؟ لأنه شحنة الضغط البي حد يسألني على شحنة الضغط البي اوفر جاما، تعرفون بالاوبن شانل هي تساوي صفر. مميزاتها انه تساوي صفر لانه هو الاوبن شانل معرض الى الضغط الجوي الاتموسفير لانه مفتوح او اوبن سيرفيس. لذلك هذا هي اللي حيصير عندي الانرجي. فهذا الانرجي بمن نعرفه بدلاله الدبث والفيلوستي وهيد وشحنة السرعة. انتينز of the discharge لو خليناها بدلالة التصريف and the flow area والمساحة. The specific energy equation written as ممكن انه the specific energy نكتبها بالمعادلة التالية. هذا هو the specific energy انه الـ E الـ energy تساوي Y زائدا هاي المعادلة اللي هي V square. شوف خليناها بهذه بدلالة، يعني عوضنا الـ V هنا الـ V خليناها بدلالة الـ Q قسمناها على المساحة وربعناها فصير Q square over X. هذه هي معادلة الـ energy. طيب فور ستيدي فلو لما يكون عندي جريان مستقر يعني اللي هو مع الزمن ثابت الكيو از كونستنت معروف هذا. Also the flow area can be expressed in term of the flow depth y and the channel cross sectional dimensions. Therefore for a fixed discharge and a given channel section. هسه انا عندي مقطع القناة معلوم سواء كان trapezoidal, circular, rectangular, triangle وعندي انه الديسشارج ثابت لان انا عندي ستدي فلو في هذه الحاله. فممكن انه نرسم العلاقه الواي فيريوسز اي، نرسم العلاقه ما بين الاي والواي اللي هي من هاي المعادله الاي والواي باعتبار انه هذا التيرم هو ثابت. فممكن نمثله بشكل كما مبين ان مثل هذا الرسم او هذا البلوت كولد يسمى بالسبيسيفيك انرجي دايجرام، مخطط الطاقه النوعي. هذا مخطط الطاقة النوعي هو يمثل بهذا الشكل. لو كان عندي أي شكل للقناة، هذا دائما لما نريد نرسم أي شكل يدوي نعطي أي شكل للقناة. وتلاحظون أنه هذا لو أخذنا بها ثلاثة ارتفاعات اللي هو Y1 و Y2 و Y critical، فاحنا نعرف انه الواي كريتيكال هو هذا يعني المنسوب الحرج للماء، الارتفاع الحرج للماء اللي يكون عندي بي كريتيكال فلو. اي ارتفاع للماء اعلى من عنده واي 1 راح يكون عندي حاله السب كريتيكال فلو، واي ارتفاع للماء اقل من الواي كريتيكال يعني الواي 2 فراح يكون عندي سوبر كريتيكال فلو. فانا هسه اذا اريد امثل هذه المنحني الطاقه يعني سبيسيفيك انرجي على منحني، فارسم علاقه ما بين الواي وما بين الاي اللي هي الانرجي. فلاحظ انه هذا المنحني راح يرسم على خط 45 درجه وكما مميل بممثل بهذا الشكل، يعني هيك يجي ومن ثم ينحدر بهذا الشكل. فهذا ليش سببه انه ليش صار بهذا الشكل؟ سببه لانه انا عندي حالتين من الجريان، انه ممكن يكون عندي سب كريتيكال، ممكن عندي يكون سوبر كريتيكال، وممكن يكون عندي كريتيكال. فهنا لو نشوف انه السبيسيفيك انرجي دايجرام ريفيلز يعكس ذات ذا فلو نيدز ذا مينيمم سبيسيفيك انرجي اي مينيمم تو باس ا شانل سكشن ات كريتيكال ديبث
إذا أول حالة طلعت لي من هذا المنحني، أول حالة طلعت لي من هذا المنحني هو أنه عندي في حالة الواي كريتيكال هنا، فش قد لح يكون عندي؟ عندي لح يكون عندي E minimum. فالE minimum هي أقل specific energy ممكن أن تمرر لي تصريف discharge. وبالتالي mathematically رياضيا taking the derivative of equation 6 هذا معادلة رقم 6 لو أخذ لها مشتقة، يعني على مود أطلع المينيمم، تعرفون أنتوا أي منحني شلون أطلع الماكسيموم منه وتأخذ المشتقة. فلما أخذ الدي إي أوفر دي واي، لأن مشتقته هو المتغير عندي الواي، فأشتق هذه المعادلة، أشتق هذه المعادلة بالنسبة للواي، فالدي إي أوفر دي واي مشتقته واحد وهذا هو ثابت، فلح يصير شنو؟ واحد ناقص كيو سكوير أوفر تو جي في 2 دي اي اوفر دي واي اوفر اي 3، ويساوي ابسطها بهذه المعادله الى ان شلح يصير انه دي اي اوفر دي واي هي راح تساوي لي 1 ناقص الفروت نمبر سكوير. طبعا انت تعرفون اذا تريد اطلع المينيمم هذا اساويها بالصفر. فبهذه الحاله thus when the specific energy is minimum من يكون اقل شيء the fruit number equal to unity راح يكون يساوي 1، يعني هاي شو وقت تساوي صفر؟ لما يكون فرود نمبر يساوي واحد وتكون دي او اوفر دي اي هاي اقل شيء هنا. فبهذه الحاله تلاحظ انه شلون حيكون عندي؟ يكون عندي جريان كريتيكال لما يكون عندي اي مينيمم. والان عندي بعد تطلع عندي نقطتين في نفس الوقت اللي هو الواي 1 وعندي شنو؟ تعطيني اي 1، والواي 2 اللي هو الدف الثاني يعطيني شنو؟ اي 2. هذا اللي لأنه لاحظ أنه وقعت على نفس المستقيم، فمعناته الـ E1 لح تساوي E2. يعني شو معناته؟ أنه معناته أنه أنا لـ specific energy معينة لح تكون ثابتة، يعني إذا ما أخذ معادلة برنولي بين هاي وبين هاي النقطة الطريقة لازم تكون ثابتة، فالـ E1 تساوي E2 عند الدف Y1 وعند الدف Y2. فهنا and the flow depth is equal to the critical depth as can see from figure. ممكن كما نلاحظ من الشكل the specific energy diagram has two limbs، له طرفين، the upper limb represents subcritical flow since the flow depth on this limb are greater than critical depth، lower limb الطرف الواطي represents supercritical flow. هذا اللي شرحناه، هذا هو ال upper limb اللي هو سوبر كريتيكال فلو، وهذا هو اللمر اللور ليمب تمام اللي هو سوبر كريتيكال فلو. ليش صار هذا سوبر كريتيكال وهذا سوبر كريتيكال؟ لانه هو هنا يكون عندي الواي 1 هو اكبر من الواي كريتيكال، وهذا ليش صار سوبر كريتيكال فلو؟ لانه الواي 2 هو اقل من الواي كريتيكال. Clearly at a given channel section for a given discharge، عندي لما يكون عندي لاي مقطع للقناه مع تصريف معين two flow depth are possible، هناك عمقين للماء for the same specific energy نفس الطاقة أو الـ specific energy. These depths denoted by هذه الأعماق ممكن نشير إليها بأنه Y1 and Y2 in figure are called alternate depth، تسمى بالأعماق المتبادلة اللي هي الـ I1. إذا لأي specific energy لأي قيمة من specific energy رح يكون عندي مقابلها 2 depth اللي هو y2 ورح يكون عندي y1. هذا ايش رح يسموه؟ يسموه alternate depth. ولما يكون عندي e critical او e minimum، من يكون عندي e minimum معناته انا عندي مقابلها رح يكون عندي y critical. اذا اي specific اي قناة عندي بها y1 و y2 و y critical. عندي الديسشارج دياجرام، ممكن انه هذا الخطاط اخليه بدلاله التصريف فور كونستنس لما يكون عندي معلومه سبيسيفيك انرجي، لما تكون معلومه سبيسيفيك انرجي. هذا السبيسيفيك انرجي دياجرام واز ديفايند از جرافيكال ريبريزنتيف اوف اكويشن اوف فور كونستنت ديسشارج اكويشن 6 كان بي ري ارينج اول so as هسه اخذ هاي المعادله رقم 6 اخليها بدلاله التصريف لانرجي ثابته، فهذا هو راح اخليها شو بدلاله التصريف. فكيو شو اسوي تحت الجذر 2g اي سكوير بالاي ناقصا واي، هاي منين جبناها؟ جبناها من معادله رقم 6. هسه هذا اقدر امثله بمخطط،
هذا هو المخطط. شوف نفس القناة بس شنو مثلته؟ مثلته بين الواي الآن وبين الكيو، رسمتها أيضا نفس القيم واي 1 واي واي كريتيكال واي. فهنا أنا أجرافيكال ريبريزنتيشن، أنا أجرافيكال ريبريزنتيشن of this equation in form of y versus q، يعني شنو y مع الـ q، هذا يقصد بيها versus يعني علاقة ما بين الواي والـ q. For constant specific energy E is called a discharge diagram. هسا صار عندي كم مخطط؟ عندي الـ energy diagram والـ discharge diagram. هنا نفس الـ يعني يطلع نفس النتيجة. Figure below display a discharge diagram qualitatively يعني كميا. The flow ignores can deduce from figure. إذن من الشكل ماذا يمكن أن نستنتج؟ هسه لو نشوفها إنه for constant specific energy، لما عندي قيمة ثابتة specific two flow depth are possible for the same discharge. أيضا هذا ما مختلفين عن إنه لإنرجي معينة راح يكون عندي two flow depth في هذه الحالة اللي هو y1 و y2 لتصريف معين. يعني هذا عندي هذا التصريف، هذا هو Q1 ونفسه هو Q2، يعني لأنه القناة نفس التصريف، فلح يكون شنو عندي؟ عندي Y2 لح يكون Y1 عفواً و Y2 هذا اللي ال Y1 هو يعطيني subcritical flow وال Y2 supercritical flow، يعني هو نفس التصريف. For given specific in a general section will be passed the maximum discharge at a critical depth. لنفس الانيرجي اللي عندي ايش لح يصير؟ ممكن لما يكون عندي حالة الجريان الحرج Y critical لح يكون عندي في هذه الحالة أقصى قيمة من التصريف Q max، هذا لح يكون عندي Q max في هذه الحالة. For constant specific in a smaller depth is required to pass a larger discharge under subcritical flow condition. However, for supercritical flow at constant specific in a large discharge will cause a large flow depth. هذه هنا الواضح انه يوضح لي انه لما يكون عندي constant specific energy small depth، a small depth اللي هو عمق قليل is required to pass a large discharge. شو وقت يمرر لي تصريف عالي؟ شو وقت يكون عندي هاي الحالة؟ لما يكون عندي subcritical flow conditions. على اي حال بالنسبة لما يكون عندي supercritical flow يعني جريان كلش يعني فوق الحرج، يعني شو بسرعة عن الحرج، لما يكون عندي constant energy يعني هذا شرط انه يكون ثباتية constant، لح يكون large discharge will cause a large flow depth. التصريف العالي بنفس الوقت ايش راح يسبب لي؟ يسبب لي عمق كبير للماء. إذن من خلال هذه الملاحظة أو هذه المحاضرة لطلاب الكلازا استطعنا أن نفهم ما المقصود بالسبيسفيك إنيرجي، إذن هو العلاقة ما بين التصريف و ما بين الشحنة وما بين الدف، وممكن أيضا أن نعبر عنه بهذا المخطط، وممكن أن نعبر عنه بدلالة التصريف مع الهيد مع الارتفاع اللي هو الواي.